أهلا أحبائنا المشاهدين في كل مكان. حديث خاص ولا سيما بالنسبة للألعاب الأولمبية في فرنسا. عاوز أتكلم عن رأيي الخاص بموضوع الأولمبياد، وطبعا هذا موضوع في غاية الأهمية. رأيي أنا الشخصي، طبعا يمكن ما توافق معي. حدث الأولمبياد هو حدث تاريخي طبعا، وحدث عالمي رائع وجميل جدا. طبعا هذا الحدث أو الألعاب الأولمبية ابتدأت من أيام اليونانيين القدماء، ولكن في سنة 1894 أصبحت منظمة، أصبحت هيئة عالمية اللي بتنظم وبتقوم بالألعاب الأولمبية. والغرض من هذه الألعاب هو جمع الشعوب، طبعا بتعلم عن التسامح والتعاون وبناء فرص وتعاون سواء اقتصادي أو أي أمور أخرى بين الشعوب، ولكن الغرض الأهم أو الرئيسي هو المباريات، كل أنواع المباريات اللي بيجوا فرق من كل أنحاء العالم اللي بيمثلوا دولها أو بلادهم كسفراء من كل أنحاء العالم بيمثلوهم في هذه الألعاب الأولمبية. وطبعا الغرض من الأولمبياد هو الغرض سلمي، يعني لا سياسي ولا حتى ديني، مع أن اليوم كل شيء عم يسيس، كل شيء عم يتحول إلى ديني أو سياسي. شيء آخر، من المعروف أن فرنسا هي بلد علماني، وطبعا ابتدأت بالقرن الثامن العشر ما يسمى بالثورة الفرنسية، اللي هي الثورة العلمية حقيقة، اللي هو الحرية الكاملة وفصل الدين عن الدولة، لأنه لما كان دين الدولة كان في مشاكل كبيرة ولا سيما في منطقة أوروبا. وأصبحت هاي الثورة لدرجة أنه أحضروا زانية وأجلسوها على كرسي أمام الكنيسة المشهورة، كنيسة نوتردام في باريس. وطبعا لأنه دولة علمانية تحاول، يعني فرنسا، أنه تنزع كل الرموز، كل الإشارات الدينية، مثلا الصليب، وأيضا منع الحجاب مثلا عن أحبائنا المسلمين. طبعا الافتتاحية رأيي الخاص كانت عار، كانت مخزية بكل معنى الكلمة، كانت مقززة، ركزت على مجموعة من المثليين والمتحولين جنسيا بحركات ورقص خلاعي. وطبعا الصورة اللي شفناها دائما أو بيورونا إياها صورة تشبه العشاء السري أو ما يسمى العشاء الأخير، عندما كان المسيح مع التلاميذ الـ12 في العلية في أورشليم قبل ذهابه إلى الصلب. وطبعا أثيرت ضجة كبيرة لأن الصورة نوعا ما بتشهد أو بتفرجي كأنه بتشبه صورة لوحة دافنشي، رغم أنه لجنة الأولمبياد اعتذرت عن هذا الموضوع وأنه لم يكن المقصود الإهانة الدينية للمسيحيين، وشددوا كتير يعني أنه هذه الصورة لم تجسد التحفة أو الرسم بتاع ليوناردو دافنشي اللي رسم هذا الفنان الشهير، بل يعني ما قالوا عنه هو تجسيد للإله ديونيسوس اللي هو إله الخمر عند اليونانيين القدماء. تعرفين اليونانيين عندهم في الميثولوجي عندهم آلهة كثيرة على جبل الأوليمبوس، ومنه طبعا إله الآلهة اللي هو زوس وهيدس، وطبعا إله البحر أخوه، وآلهة كثيرة وآلهات أخرى، وكل إله بيجسد نوعية معينة
الإله ديونيسيوس طبعاً بيمثل إله الخمر عند اليونانيين. يعني الصورة اللي ورجوها في الألعاب الأولمبية هو تعظيم وتجسيد لكل ما هو لا أخلاقي وإباحي من حب اللذة والمتعة وطبعاً الشهوة. وبهذا الشيء طبعاً أعطوا انطباع سيء جداً ومخل لكل ما هو طبيعي، لكل ما هو جميل، ولكل حتى ما هو منطقي. بعد الافتتاحية أثيرت ضجة عالمية كبيرة وواسعة من حملة الاستنكار وحملة ما يسمى الإساءة الدينية من الطوائف الدينية المختلفة، من المسيحيين وحتى من اليهود ومن المسلمين، وحتى الأزهر طبعا أعطى بيان استنكار في هذا الموضوع. فالسؤال اللي أنا عاوز أسأله في هذا الوقت، لماذا قامت كل هذه الضجة الكبيرة على صفحات التواصل الاجتماعي؟ سؤال ثاني، لماذا لم نتفحص الأمر أولا؟ لماذا لم نتأكد ما قصدوا من هذا الموضوع أو الصورة اللي ورونا إياها، مع إن الصورة ما تفهمونيش غلط كانت صورة منحطة. أنا شخصيا مش مع موضوع الاستنكار الديني أو ما يسمى الإساءة الدينية. ثم أحبائي، منذ متى هذا الموضوع بيشغل المسيحيين؟ من إمتى إن هذا الموضوع صار مهم بالنسبة لنا؟ ألا توجد أمور أهم للمسيحيين إنه أو أولويات أخرى ينبغي أن ننشغل بها؟ طبعا كمؤمن بالمسيح هذا ليس غريبا علي، حتى أن المسيح نفسه، المسيح تخيل وهو يخدم على الأرض، لقبوه بلقب فظيع ومخل، لقب يسوع المسيح بعلزبول، يعني رئيس الشياطين، مع أنه كان بيصنع خير وكان بيشفي المرضى وبيفتح عيون العمي وبيطهر البرص وبيشفي العرج يعني بيشفي كل المرضى، ومع هذا لقبوه بعلزبول، يعني إله الزبالة أو الذباب بحسب التقليد اليهودي. ثم أحبائي، حقيقة أي إساءة احنا بنتكلم عنها؟ إذا أبغضوا يسوع المسيح وقالوا عليه كل كلمة شريرة وقالوا عن أتباعه كل كلام شريرة، ثم السؤال ماذا عن عصور الاضطهاد من العنف والقتل ضد المسيحيين؟ ثم سؤال آخر، ماذا عن تجريد المسيح من هويته الحقيقية، مثلا من صلبه وقيامته أو لاهوته المبارك؟ ألا تعتبر هذه إساءات ضد المسيح وإساءة ضد الأديان؟ ثم أحبائي، يعني ما هو هذا الانشغال؟ ماذا عن البشارة بالمسيح؟ يعني أنا نفسي أنه نكرس وقت أكثر للكرازة للبشارة بيسوع المسيح، من أن نقضي وقتنا بالاستنكار، نستنكر أو إساءة دينية إلى آخره، أو حتى نضيء بنور المسيح في عالم مليان أو مليء بالظلمة. ثم سؤال آخر، ماذا عن قوة الصلاة؟ هل يعني نصلي من أجل هذا الموضوع؟ هل نطبق تعليم يسوع المسيح الذي قال أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، ألاحظ الكلام، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم؟ حتى لو كان في الموضوع، مع أنهم اعتذروا وقالوا أنه ليس الموضوع العشاء السري، ولكن فرضا أنهم أساءوا لنا، فكم من الوقت قضينا بالصلاة من أجلهم، وكم من الوقت قضينا بالصلاة حتى نور المسيح
ينكشف وتنفتح العيون. ثم أحبائي سؤال آخر، هل هو غريب على المسيحيين الإساءة للمسيح؟ ثم سؤال آخر، ماذا نفعل؟ هل نرد على الإساءة بالعنف والقتل أم نتشبه بيسوع المسيح الكامل؟ أحبائي الشيطان بيعمل بطرق متنوعة. بيعمل، واحدة من الأشياء اللي لازم نفهمها إنه بيعمل عن طريق الخداع، بس بيعطينا أو بيشوه الصورة، ويقول كتاب لأننا لا نجهل أفكاره. فالشخص الروحي يدرك أفكار الشيطان إنه بيدخلنا في معارك جانبية بدل ما نركز على الحرب الروحية، على الأمور الأهم والأولويات الأولى في حياتنا المسيحية. حقيقة إنه أكثر إساءة للمسيح هي في الغرب، اللي عندهم الحرية، مثل مثلا أفلام هوليوود اللي التي تسيء إلى المسيح. كم من الأفلام اللي عملوها عن يسوع المسيح المخلة بشخصية وهوية يسوع المسيح. حتى واحدة من الأفلام عملوا يسوع المسيح أنه متزوج، يعني شوف الوقاحة إلى أين وصلت. يسوع الكامل الطاهر عاوزين إنه يزوجوه، حتى يعملوا نبي مثل باقي الأنبياء، وأنه تزوج أو يعرف مريم المجدلية. وصلوا إلى وقاحة وإلى شر مستطير، وطبعا عم بيشوهوا صورة يسوع المسيح ويسيئوا بكل الأشكال القبيحة. ليه؟ لأنه عارفين، لأنهم يعلمون أن المسيحيين مش راح يردوا الصاع بصاعين، ولا راح يردوا الإساءة بالإساءة في مثلا العنف. يعني مش راح ينزلوا على الشوارع ويقتلوا الأشخاص اللي قاموا بهذه الحركة وبهذا العمل، لأنهم يعلمون أن المسيح قوي الأقوى، ولا وغير محتاج للدفاع عنه. أحبائي، حتى لا أفهم خطأ، أنا مع الرياضة والألعاب الأولمبية والمباريات المتعددة، وشيء جميل إنه تشوف شباب وبنات من كل الدول، وطبعا شيء يدعو للسرور حتى نشوف من الدول العربية عم تشترك بالألعاب الأولمبية حتى تمثل بلدهم العزيز. ولكن أحبائي، أعتقد أنه على الناس أنه تحترم النفوس البشرية أكثر من الخزعبلات اللي رأيناها، ولا سيما في الافتتاحية، لأن هذه الافتتاحية حتى لو ما كانت دينية، ولكن هي تجسيد للكراهية وكل ما هو جميل، وبالعكس يعني هي تصوير لكل ما هو قبيح. إخوتي وأخواتي، علينا أن ندرك عدة حقائق. مع أن لجنة الأولمبياد شرحت أنه الموضوع هذا لم تكن إساءة للمسيحيين، أو لم تكن إساءة للعشاء الأخير، بل اتكلموا عن الإله الخمر، إله ديونيسيوس، إله اليونانيين القدماء في الميثولوجيا اليونانية. ولكن طبعا خلينا نفهم عدة أمور. أولا، لوحة دافنشي مع كل جمالها وكل شهرتها هي لوحة جميلة جدا، ترمز للعشاء الأخير، للعشاء الرباني. ولكن اللي رسمها أحبائي واحد من أوروبا، وصور هذا العشاء بتصوير أوروبي، لكن حقيقة ليس العشاء الأخير كما عرفه المسيحيون الأوائل في فلسطين في القرن الأول. مثلا موضوع الطاولة، موضوع حتى مكان الجلوس أو نوع الطعام، ولكن هذا ليس موضوعنا، يمكن نتناول هذا الموضوع في حلقة تانية.
ثم أحبائي، لماذا لا نركز على الرسالة الأهم والأولوية؟ طبعا عشان ما تفهموني غلط، أنا لا أقصد عدم الاحتجاج على الظلم مثلا، أو التظاهر ضد القمع والإذلال، وأنه ترتفع أصوات الحق مثل تبشير المساكين، الاهتمام بالأرامل والأيتام، إطعام الفقراء، وبناء العيادات والمستشفيات، من زيارة المرضى، وأن نكسو العريان كما قال يسوع في إنجيل متى إصحاح 25، كما قال إخوتي الأصاغر، كما فعلتم بأحد إخوتي الأصاغر. فلماذا منحط اهتماماتنا في أمور جانبية بدل ما نركز على الجوهر؟ ألم يقل الكتاب في سفر عاموس، واحد من الأنبياء في العهد القديم، وليجري الحق المياه والبر كنهر دائم، في عاموس إصحاح 5. ثم يقول النبي ميخا في الإصحاح 6، إيش الله بيطلب؟ أن تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. في سفر الأمثال إصحاح 30 مكتوب: افتح فمك لأجل الأخرس، في دعوة كل يتيم افتح فمك، اقضي بالعدل وحام عن الفقير والمسكين. أحبائي، الكنيسة لها دور هام جدا، ورسالة وإرسالية أكبر من إضاعة الوقت على الاستنكار أو الإساءة الدينية أو حتى الانتقادات اللي بوجهوها ضد المسيح. المسيح ليس ضعيف، المسيح حي قام من الأموات. وتذكر مرة أخرى أن المسيح لا يحتاج إلى دفاع عنه حتى يدافع، يعني أشخاص يدافعوا عنه، هو قادر على كل شيء، فهو الأقوى، هو اللي هزم القبر والشيطان وجرد الرياسات والسلاطين فضحهم. أحبائي، وفي يوم من الأيام، في الأيام الأخيرة، سيلقي الشيطان في بحيرة النار. ثم أحبائي، اتذكر إن المسيح هو الديان، سوف يقف الجميع أمامه للمحاكمة، كل الديانات وكل البشرية، وحتى لجنة ومنظمي هيئة الأولمبياد. ما تخافش، اترك الموضوع للديان، وإن الكلمة الأخيرة للرب. انت انشغل بالرب، صلي، اشهد، اكرز، ساعد، اهتم باحتياجات الناس. فيش داعي انك تعطل وقتك في المظاهرات والاستنكار الديني والإساءات ضد المسيح. من أول التاريخ إلى يومنا هذا ما زال يساء ويجدف على اسم المسيح. احنا مش راح نحمل السيف ونقتل الناس اللي بيسيئوا للمسيح، بالعكس، كانوا الكنيسة الأولى بيروحوا للاستشهاد بكل يعني محبة وصدر مفتوح، لأنه عارفين إنه يسوع هو الأقوى والكلمة الأخيرة لإلهم. حقا أحبائي، كما يقول الكتاب، البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية، في سفر الأمثال. العالم كله وضع في الشرير، بدل ما ننشغل في الأمور الجانبية ركز على الأمور الجوهرية. بدل ما تستنكر حقيقة، اشرح للناس ما هو العشاء الأخير. كم يعني آلاف من الناس على الصفحات استنكار وإساءة وكله، ومش عارف هاي سياسة القطيع اللي كله بيتبع بعضه. خذ وقتك، علم عن ما هو العشاء الأخير، الليلة الأخيرة شو بتعني لإلنا. تواضع المسيح إنه غسل أرجل التلاميذ، وبخ التلاميذ لأنانيتهم، كانوا عاوزين المناصب وطبعا وبخهم، تكلم عن العهد، تكلم عن العشاء الرباني، وهكذا دروس كثيرة ممكن نتعلم من العشاء الأخير.
بدل ما انه تنتقد وانك تتظاهر، علم، اكشف، اظهر النور للناس. اخيرا احبائي، واقولها بكل محبة، محتاجين نتوب على الاوقات الضيعة. توب وارجع للرب. احبائي من ناحية تانية، لا تستهتر ان اهانة يسوع المسيح خطر، وخطر فظيع جدا، لانه يقول الكتاب مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. وتذكر ان يسوع هو الديان. ام تستهين بغنى لطفه وامهاله وطول اناته غير عالم ان لطف الله انما يقتادك للتوبة؟ يمكن عم تسخر، عم تستهزئ، عم بتتكلم كل انواع الكلام، وعارف ان المسيحيين مش رح يردوا عليك بالسيف ولا بالقتل، ولكن في يوم من الايام رح توقف امام يسوع الديان. ولكن ادعوك الان انك توقف امام يسوع المخلص اللي فداك وغفر خطاياك، واللي دفع ثمن باهظ، سفك دمه الطاهر الثمين من اجلك ومن اجله. ان اهانة المسيح خطر، وهذا يقود الدول الى الدمار ومن ثم الى الانقراض. وهذا ما حدث مع كنائس سفر الرؤيا، الكنائس السبعة اللي هي اليوم موجودة في تركيا. لكن احباء عاوز اقول شكرا للرب انه الله لا يترك نفسه بلا شاهد. حتى في نفس فرنسا قامت الاف الاف من المصلين يصلوا من اجل هذا الحدث. مع انه الكنيسة في الغرب في تراجع، ولكن حقيقة الكنيسة في فرنسا، آلاف آلاف العابرين من الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا، من شمال أفريقيا، عدا عن دول الشرق الأوسط، من العالم الإسلامي، اليوم كنائس كبيرة وبتعمل أعمال جبارة هائلة في أصعب المناطق، حتى في باريس المواقع اللي ما بيدخلها الشرطة، وطبعا عدا عن الشعوب الأخرى من الكوريين والصينيين والفلبينيين إلى آخره. الله لا يترك نفسه بلا شاهد. هذا رأيي الخاص بموضوع الأولمبيادة. ركز على الأولوية، ركز على يسوع المسيح، وربنا يباركك، وأقولها من كل قلبي أخي وأختي المشاهد.